هنا تدريب اثنين واي اس اثنين الكل اس الثلاثة كتطبيق للقواعد الخمس. هل تتذكروا معي قواعد الخمس التي أخذناها؟ إذا اتحد الأساس تجمع الأسس في الضرب وتطرح في القسمة، والأس للأس يضرب، وكذلك الأس يوزع في الضرب ويوزع في القسمة. هذا المثال أي قاعدة يمكن تطبيقه عليها؟ يمكن نطبق لهذا المثال القاعدة رقم ثلاثة، أن 2 واي أس 2 الكل أس 3. نستطيع أن نطبق فيها القاعدة، القاعدة رقم 4 الذي هي الأس يوزع في الضرب، فنقول 2 أس 3 في واي أس 2 في 3، القوة الداخلية في القوة الخارجية. ثم بعد ذلك نضرب الاثنين ثلاث مرات، 2 في 2 في 2 8، واي أس 2 في 3 ب6. هذا المثال هنا الطالب حر، يمكن يطبق أولا قاعدة القسمة ثم التوزيع، ويمكن يطبق قاعدة التوزيع ثم القسمة. إذن يمكن نطبق أولا قاعدة القسمة، فنقول 4 على الاثنين من 2. هنا إيه أس 3 على إيه؟ ها يا شباب، ما هي القاعدة المناسبة؟ القاعدة رقم 3، أحسنت يا أحمد، فنقول إيه أس 3 ناقص 1 الكل أس 3، وتساوي 2 إيه 3 ناقص 1 2 الكل أس 3. وبعدين ما هي القاعدة المناسبة من القواعد الخمسة السابقة؟ قاعدة التوزيع، نقول 2 أس 3 إيه القوة الداخلية في القوة الخارجية 2 في 3، الاثنين تضرب ثلاث مرات ب8، وهنا إيه 2 في 3 6.